إذا صباح الخير عشاق قناة حولي السردي، كما كان متوقعا الأمطار يعني تتساقط الآن الحمد لله بطريقة جميلة وسلسة. الله أنزل الدعم من عنده بدون انتظار إلى أصحاب الشكارة. الحمد لله يعني نحن جد فخورين بهذه الأمطار كما كتشوفوا خوتي، خيرات ربي في مدينة البيضاء. نتمنى أن يعني أن تتساقط في جميع المدن المغربية وأن تعم الفرحة يعني باقي أو جل المدن المغربية وجميع الكسابة. الآن منطقة يعني نحن نتواجد الآن في مدينة البيضاء كما كتشوفوا معي أخوتي، أمطار يعني الحمد لله أمطار كثيرة، ونتمنى الله يعني أن تزيد تساقط كما كتشوفوا تبارك الله. يعني عندما يريد الله سبحانه وتعالى شيئا فيقول له كن فيكون. واستيقظنا اليوم السبت على هذا الخير، ونخليكم مع الصوت الجميل. إذا نتمنى أن يعني تمشي لجميع المدن أخوتي، ويكون يعني تكون فرحة عامة ماشي تكون فقط في منطقة على حسب مناطق أخرى. إذا نتمنى أنكم شفتوا معي يعني كان توقع صائب الحمد لله، توقعنا أن الأمطار تكون بإذن الله سبحانه وتعالى، رغم أن هذا العلم يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن يعني أفرح كثيرا عندما أجد يعني بوادر الخير أو بوادر توقعية خيرية. ودائما سنقوم بالتوقع للأمطار ما دمنا في هذا المجال، لكي يعني نفرحوا الكسابة ونفرحوا الفلاحة اللي كيكونوا فرحانين بهذه الأمطار، ويعني جميع المغاربة فرحانين لأنها يعني محرك اقتصادي قوي ودعم مادي ومعنوي للفلاحة والكسابة والحركة الاقتصادية في المغرب. إذا كان معكم أخ محمد، وسنوافيكم بمجموعة من المعلومات يعني على بالخصوص أمطار في باقي الفيديوهات.